أكيد فرح رح نروح لمحطتنا التالية ورح نحكي عن الإطلالة الجميلة اللي بتكتمل أكيد بالابتسامة الجميلة. كل الناس بتحب تكون ابتسامتها سر جمالها، وعن هذا الشيء وعن كثير من التفاصيل اللي ممكن تخطر ببال الناس حاليا عن تجميل الأسنان والعناية الأفضل وغيرها من التفاصيل رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة شدان الضواحي، وهي خبيرة في الأسنان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يا هلا. صباح الخير دكتورة، ينعاد عليكي بكل خير يا رب. ينعاد عليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكي. لما بنحكي عن تجميل الأسنان قديش هو عالم كثير كبير دكتورة. تماما. يمكن له خيارات كثير كبيرة و يمكن بتغيب شوي عن ذهن. اول ما بنعرف عن تجميل الاسنان بنروح دغري للفينير لمونير وغيرها. خلينا نعرف تجميل الاسنان شو هو وشو بيتفرع عنه. تمام. هلا تجميل الاسنان بشكل عام هو اي عمليه يقوم فيها الطبيب تجميليه، يعني بحيث تحسن لي مظهر الاسنان او اللثه او الاطباق، بغض النظر طبعا عن الناحيه الوظيفيه. العالم بتسمى حاليا صاير الابتسامه ابتسامه للحصول على ابتسامه مثاليه او شبه مثاليه. طبعا موضوع تجميل الاسنان يعني اكيد له خيارات كثير متعدده، يعني بحددها طبعا يعني حسب كل مريض اكيد وله حاله معينه يعني من تجميل الاسنان اكيد. يعني طيب دكتورة جدا خلينا نحكي ايمت بيلجأ الشخص للتجميل، بحاجه بيكون لحلول تجميليه، وايمت بنقول لا نحن هون فقط ممكن نكتفي بعمليه تبييض بسيطه تنظيف اسنان، حتى في ناس بتبرد مثلا اذا عندها سن مكسور او شيء، من دون ما ندخل بالحلول التجميليه الكثيره اللي صرنا عم نشوفها حاليا. تماما. هلا في حالات مثلا هي حالات ما انا معقده جدا، بيكون الاسنان بس بده لون بياض انصع شوي، بنلجأ هون ساعه تبييض الاسنان اللي المريض اللي بيدخن كثير او اللي بيتناول قهوه وبشكل كثير، اللي بيتناول نوع معين من الادويه، ساعتها بيصير في تصبغات، ساعتها بنكتفي بالتبييض، ما في داعي نلجا لامور يعني في خلينا نقول انه يعني بتضعف السن اكثر، يعني هون رح نكتفي بشيء اسمه التبييض. اما في مثلا عندي حالات مثلا معنده على التبييض، خلينا نقول مثلا في حالات نلجا للتلبيس تيجان الاسنان ما يعرف اللي هو الاكثر شيوعا حاليا صراحه، سواء كان بغض النظر عن نوعيه التلبيسه زيركون او خزف او اي شيء، طبعا اكيد له حالات معينه. السن اكيد يعني التلبيس بنلجا له لما يكون عندي سن مثلا يعني مكسور بشكل كثير كبير، ساعتها اجباري بدنا نضطر نلبسه، يعني سن معالج لبيا مسحوب عصبه هو بالنهايه فاقد للترويه فهو ضعيف السن، فاجباري بدنا نلجا كمان للتلبيس. في عندي حالات حتى الحشوات الكبيره الكسور بالاسنان، فساعتها اجباري هون بدنا نلجا للتلبيس. دكتورة كثير من الأشخاص بيلجأوا دغري للفينير مثل ما حكينا بدون ما ياخذوا بعين الاعتبار أنه الأسنان الطبيعية والأسنان السليمة ممكن هي اللي بتحافظ على صحتنا بشكل أكبر، لأنه صحة الجسم أكيد بيبدأ من صحة الأسنان. طبعا. اليوم إمتى ممكن تقولي للمريض ممنوع تعمل فينير، وإمتى بتقولي خيارك الأول هو فينير؟ هلأ بصراحة هو الفينير صاير يعني يعني خلينا نقول لابتسامة مثالية هو الأفضل صراحة، بس أكيد مو كل مريض يجي إنه بدي ابتسام بدي هوليود سمايل بدي أعمل فينير، أكيد مو كل المرضى إلا استطباب الفينير. يعني في عنا حالات معينة لما يكون عندي مثلا كسور أو تصدعات بالأسنان هون إجباري صراحة فينير، بالنهاية الفينير عم يساعدني إني أنا ما عم أكل جزء كتير من السن، طبقة رقيقة جدا من الميناء لا تتجاوز النص ميلي، فهو محافظ أكثر من التلبيس على بنية السن بشكل عام، ف يعني لشكل مثالي. أحيانا مريض بيقول لك متضايق من طول الاسنان حجمها يعني رسفه الاسنان، الشيء المثالي لها اكيد هو الفينير يعني. طبعا بنفس الوقت له مساوئ يعني اكيد، يعني ما في شيء كامل مثل ما بيقولوا، طبعا اكيد تكلفته العاليه صراحه، الفينير يعتبر من المعالجات الاكثر كلفه مثلا، وكمان يعني بيعمل حساسيه بالنهايه للمينا، نحن بردنا طبقه المينا اللي هي يعني اول عامل مضاد للحساسيه للبارد للسخن، فانا لما حطيت طبقه المينا هون صار في حساسيه للاسنان، ممكن يعمل احيانا مشاكل باللثه مشان هيك. ف دكتوره ليش بنشوف يعني نماذج كبيره من الصبايا او الشباب اللي عاملين فينير شوي في تقدم بصير بالفك، هذا الشيء موجود او من طريقه يمكن
تركيب الفينير وين الغلط بيكون بالموضوع؟ هلا هون صراحه هلا هو ما راح يعمل بروز ابدا، لانه هو كسماكه سماكته رقيقه جدا، هي عباره عن عدسه لاصقه تنحط على السن. هلا ممكن يعني في لقول تجاوزه، ممكن يعني المخبري كمان بيلعب دور بهي الحاله، لانه في اعتماد كثير على المخبر بتحضير تيجان بتحضير الفينيرات عفوا، فممكن يكون المخبري هو ما بيعمل صراحه بروز واضح جدا يعني ابدا، هو قلت لك سماكته رقيقه جدا فلم ما بيعمل. اكيد كمان دكتوره عم نشوف حاليا صار تقويم للاسنان شفاف، طبعا. يعني اصبح دارج وموجود، نعرف زمان كان كثير الناس تتضايق من عمليه منظره. تقويم الاسنان تحاول تبتعد عنه. مدى الجدوى اللي موجوده، هل هو بيحقق نفس الجدوى اللي كنا نعرفها سابقا من تقويم اللي هو حديد وفيه مثل ما بيقولوا هيك براغ صغيره وشدوده ولا لا؟ هلا هو تقنيه جديده بصراحه، هو خيار تجميلي شائع جدا بالاونه الاخيره خلينا نقول، اللي هو التقويم الشفاف. في تقنيه جديده الام تي او اللي هي مينيموم تاتش اورثودنتكس، اللي هي التداخل على المريض بحد ادنى من جلسات العلاج. يعني هون صار عندي جلسات كثير قليله بالتداخل على المريض، وميزته التقويم الشفاف انه نحن من اسمه شفاف، يعني هو غير مرئي. فالمرضى مثل ما قلتي، يعني في مرضى كثير بتتضايق مثلا من منظر التقويم العجينيه، بتقول لك انا ما بدي ركب تقويم يعني منظره يعني لانه صار موضه بفتره، صار موضه تماما. فهذا التقويم الشفاف ميزته انه عم يعني عم يعطيني نتائج مسبقه، طبعا هو عم نتنبأ بالنتائج مسبقا على الكمبيوتر، صار كله هو رقمي تمام. فهو عن طريق سكان، نعمل سكان داخل فموي، صور داخل وخارج فمويه كلها، يعني عن طريق يعني انا خلال 7 لـ10 أيام فيني اعطي الراسفات كامله للمريض، بتكون في وحتى اذا بيتضايق منها فيه يشيلها مثلا فتره معينه، يعني بيقدر يحطها مثلا 22 ساعه خلال النهار كامل. في مرضى بتقول لك انا مثلا عندي مناسبه تماما بهي الفتره ما بدي احط التقويم، وبيعطي طبعا نتائج نفس النتائج بل يعني كثير نتائج رائعه. طيب هلا بما انه هو بيلبس بهي الطريقه وشفاف، بياثر شيء؟ مثلا نحن بنعرف انه التقويم ممكن يترك تصبغات على الاسنان، فهو بده يغطي كل السن، فممكن ياثر على اللون اثناء تناول الطعام؟ نهائيا هذا التقويم، هي التفاصيل ما بياثر ابدا على صحة الأسنان، ولسه بالعكس هو يعني خيار رائع جدا مثل ما قلت لك تجميلي. هو أكيد التقويم نحن ما فينا نعتبر أنه هو خيار تجميلي، بالنهاية التقويم بالنهاية خيار علاجي بحت يعني طبعا. بس مثل ما قلت لك في عالم يعني كمان تلجأ لشيء اسمه تجميلي، وبهم أنه ما يكون المنظر ببين يعني التقويم الشفاف. دكتورة إذا بنرجع شوي للفينير، لما بنشوف يمكن عدد من السيدات كل واحدة عاملة تقويم عاملة فينير، بس لكن الأسعار عم بتكون كتير متفاوتة. في أنواع معينة بتحمل هذا السعر أو بحسب رغبة الطبيب بتسعير الفينير؟ هلا بصراحة هو الفينير يعني مثل ما قلتي هو ما له يعني كل دكتور بتطلع كل دكتور عم يعطي سعر. السبب دكتور؟ السبب في أكيد في يعني أنواع للفينير، يعني في عنا فينير البورسلان وفي فينير الكومبوزيت المحضرة بالعيادة، يعني أكيد هي بتجي أرخص من الفينير اللي يحضر من قبل المخبري، يعني سبب تكلفته العالية الأنواع المواد. تمام المواد يعني هي أغلب التجميل خلينا نقول تكلفة، يعني التجميل هو المواد المتطورة اللي كل مرة يعني عم تتعمل. هي موجودة هون هي المواد المتطورة دكتورة لحتى عم تدفع هي المبالغ الكبيرة على الفينير، هي موجودة فعلا بسوريا؟ هلأ هي بصراحة غالبيتها لا اكيد. طيب. يعني بنضطر انه من برا يعني. طيب دكتوره خلينا كمان نسال عن الاشخاص اللي بيعملوا كمان لومينير، يعني مو بس الفينير، لومينير شو الفرق بيناتهم؟ تمام هلا عنا اللومينير هو يعني خلينا نقول يعني هن الاثنين ميزتهم السماكه اللي كثير بسيطه اللي ما بتاثر نهائيا على السن تمام. فنحن بنلجأ لهم هنا الاثنين يعني بالخيار العلاجي الافضل للمحافظه على السن قدر الامكان، و يعني هو علاج محافظ بحت على بنيه السن. دكتوره عم نشوف اعمار صغيره مثل ما قلتي، هي الابتسامه الهوليوديه، الابتسامه الحلوه البيضه ناصعه البياض، كثير من الصبايا بيحاولوا انه يلجؤوا لها،
بعضهم بيكونوا أعمارهم كتير صغيرة أوقات 18، فأنت أنت بتنصحي إنه الشخص يلجأ للفينير في عمر معين إذا كانت الأسنان سليمة؟ طبعا عم نحكي هلا بصراحة إذا سليمة أنا أكيد ما بنصح، يعني بالنهاية السن السليم هو أفضل شيء، يعني حرام يتداخل عليه يعني بالنهاية، بس أكيد يعني هي بعد 18 هو خيار عادي موجود، بس طالما السن سليم وفيني اعالجه يعني مثلا ممكن يعني ممكن يعالج بالتبييض، ليش لحتى انا الجا للفينير او اي شيء ثاني؟ يعني حرام يعني بالنهايه نتداخل على السن. اكيد. دكتوره، ابرز النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا، سواء اللي عنده اسنان سليمه او اللي عم بيحاول يجمل اسنانه بطريقه معينه، شو ابرز النصائح اللي بتوجهي لهم؟ يعني هل ابرز النصائح اهم شيء انه بالنهايه السن يعني السن لحاله بدون اي تداخل هو أفضل شيء صراحة، لكن إذا اضطر الواحد من ناحية تجميلية أو وظيفية إذا اضطر ليجمل بالشيء اللي بيكون أقل ضرراً على الأسنان فهو أكيد الخيار الأفضل، سواء كان بالتلبيس أو الفينير أو التبييض، هي كلها يعني خيارات متاحة تماماً، يعني عدة خيارات. دكتورة شكراً كثير لك لكل المعلومات اللي قدمت لنا. الله يسلمك. شكراً لك يا دكتورة. شكراً. أما هلأ سلمى بننتقل